لما يجي لك تقييم سيء على جوجل ريفيو او اي حاجه من البلاتفورمز اللي موجوده على الانترنت، اول حاجه خد الموضوع بجديه. يعني ايه الكلام ده؟ مهم جدا ان اللي كتب 1 ستار او 2 ستارز ان يحس ان انت جد وان انت مش بتراضيه وخلاص. دي نقطه مهمه جدا. من طبيعه الكلام لازم يبقى حاسس ان انت مهتم بالمشكله بتاعته، عايز تعرف تفاصيلها وتحلها له. كانت مشكله ماديه، كانت مشكله في التعامل. وهتستغرب جدا ان ممكن ان هو ما بيشتمش العياده او ان هو بيقيمها بطريقه خطا عشان الدكتور، وانما ممكن يبقى الدواء الدكتور كتبه له مش لاقيه، او لما هو حطه بقى فيه حرقان، او تعامل موظفه الاستقبال كان بطريقه غلط، او كان باقي له فلوس وما رجعهولوش على طول. هتلاقي حاجات بره الخدمه خالص، لكن في الرحله بتاعه المريض بالنسبه له مهمه جدا. فهو بيقيم الرحله كلها، مش بيقيم التشخيص الدكتور او شخصيه الدكتور او هو تعالج ولا لا. تاني حاجة، حاول على قد ما تقدر تاخد نمرة تليفونه أو تبعت له نمرة التليفون تتواصل معاه عشان توصل لحل معاه. ما تاخدهاش على صدرك، ده رقم واحد. رقم اتنين، تاخدها بجدية. تلاتة، في العهد بتاعنا ممكن مريض واحد يكتب ريفيو وحش، الرد كان بتاعك سيء عليه، يخسرك كتير قوي، كل الدعاية وكل السمعة بتاعتك. فخد الموضوع بأهمية، ويهمنا، لازم نبقى احنا فاهمين ان بيهمنا جدا جدا رأيكم.